بالوينات، كل شيء الوان. هذه الوينات لها معطرة، هيدي مثلا مثل هاي لافان، هيدي كلها هيدي مواد اول. كل هيدي البراميل مواد اوليه. هذا هون خلاط بعض الخطوط بيوزعوها، كل شيء لافان يعني معطر. عندنا سجائر سالي، سجائر جاني، عندنا أرض الخزانات، هذه الخزانات اللي بيخفوا فيها، بيخفوا الدواء فيها. وهون بصير ينزل كل صنف شو هو، وعمل كذا لون. هيدي الجنانات كلها بيحطوا فيها، عبارة عن منفصلات، مطريات، منظفات، تلزيقات اللي بيكتب عليها اسم الماركه.